هو قضية البوفيه المفتوح اللي أنت شفت رمضان، يعني ما لها داعي أنا أدفع كم خارجي على الشخص لإفطار في أحد المواقع وأملى الصحون بالأكل وما تاكل إلا لقمتين، تعال طالع بعد ما يمشون الناس تعال شوف كمية الأكل اللي تقدر تزبط، يعني من باب تحلل ال 250 آخر كل البوفيه اللي موجود. والله العظيم يعني من جد تحس الناس يعني، ولا تخلي واحد جيعان يروح على بوفيه، يعني بتلاقي مشكلة. والله يشوف أخوي محمد خايف ان تخلص السمبوزه بالذات السمبوزه والامور هذه، يعني بتلاقيهم لا والله لازم ناخذ عشان ناكل، وتلاقي بعد كذا فعلا حقيقه، يعني انا لو بيد ادخل اي بوفيه الان واصور لكم تشوفون الاكل اللي للاسف بعد الفطور بشكل غير طبيعي، وناهيك عن الفطور في البيت ما شاء الله تبارك الله الصدقه مليئه، لكن في بعض السيدات البيوت يعني عندها ذكاء، في ذكاء اقتصادي في انها تقتصد في موضوع الاكل والشرب، وبالتالي ممكن انها تعيد تدوير بعض الاشياء او تعيد تسخينها وتخليها وجبه يسمونها غبقه ولا غيره ولا عشاء. حقيقه محمد يعني اخذني الكلام حول الموضوع ده، ولو تكلمت من هنا لين بكره ما راح اخلص حول الموضوع، لكن اليوم انا عندي مبادره مع شخص صراحه محمد يعني اتعب اقول لك شخصيه استثنائيه فعلا، يعني بالرغم من انه من رواد الاعمال اللي قاعدين يشتغلون وعنده طبعا مبادره خيرات الطائف، جاب كل اللي في الطائف من ورد ومن فواكه وخضار واكلات شعبيه وكل الاشياء اللي جابها من الطائف وسوقي الطائف، وجابها في جده وسوى مكان كذا وجاب الشباب وجمع الناس حوله، والهدف الحقيقه مو بس الاقتصادي، الهدف هو احياء التراث، احياء تراث الطائف. اخونا رواد اسلم، رواد اسلم، رواد اسلم، حياك الله اخوي. معكم رويد اسلام بشر مهندس زراعي متخصص من ابن الطايف من بلد السوق، حكم عملي زراعي في المنطقه على المناطق كلها، منطقه الطايف معروفه. انا الان في فصل الحالي دائما شايف الورد الراجع للوكاله من الرياض، كل منتجات اجيب افضل منتجات من اصحابها، سواء لا مشهور بالمعجنات، لا مشهور بالشاكوره، لا مشهور بالدقيق، واجيب الجبن البلدي واجيب السمك حتى واجيب القشطه البلدي والرقاق والكنافه. انا هدفي انا ان شاء الله قريبا صرت محاضره، انا ايش هدفي؟ حتى الان الناس مو عارفين ايش هدفي، يعني القصير قبل 50 سنه التمر كنا نشتري ما كنا ناكل، الان امراه في قريه في المانيا تخش على الحراج وتشتري ويجيها وتشتري بالحراج ويجيها، اذا عندنا نقص في التسويق للطائف والمنتجات الطائف. نحن بستان مكة، نحن بستان مكة منذ الأزل، هذه من الشعب، لكن نسوق لأهلها ولناسها ولمكانها ولبساتينها. الطائف بلا بستان ما له قيمة، بلا مزارع ما له قيمة. المزارع لما أنا أسوق له وغيره كمان يجيب البضايع هذه حترتفع الأسعار، لما ترتفع الأسعار يزيد حقه. أنا اقتصاد زراعي، درس اقتصاد زراعي، يزيد حقه، يبدأ يشوف الأشياء مضايقته، يبدأ يسوي تفضل. عشان كذا انا ما ودي اتكلم في الموضوع هذا عشان يطول الحديث فيه، تفضل. انا اقول لك هرجي، انا في مجلس الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ايام مراكز الاحياء كنت مدير مركز حي النهضه الجنوبيه للفريق واستقلت لان ابقى عمل جاد، ان شاء الله اللي بعد ان شاء الله يكون جادين. انا حرك وحركة، كنت اقول له طال عمرك، كنت اقول طال عمرك اقول له نبغى دعم لمراكز الاحياء في الطائف كما يحدث في جده. قال لي طالع فيا بنظرته، نظره الملك فيصل، النظره هذيك الحاده اللي تفهم منها فهمتها انا نظرته، قال انتوا اهل الطائف، يعني يجب لا الدوله ما قصرت، سوت مشاريع، يجب اهل الطائف يمسكوا الخط ويتحركوا مع بعضهم، يتكاتفوا، كل مدينه يجب اهلها يقوموها،
واهلا هم اللي يعرفوا تاريخه ويعرفوا بس هم كلها تاريخ وهم اللي يتواصلوا المسؤولين. المسؤولين دائما دولتنا دائما تدعم اي بس تجيب افكار في هذا. اما قوبيشلي ما لي دخل عند المطايب قوبيشلي ولا بتسمع هذا. انا فتحت بعض كنت اسوي فيديوهات يقول هو ايش النرويج يسوي كذا. انا اقول له انت ايش انا بدأت ما بريت احد انت ايش يعني لا يرحل ولا يخلي رحمه ربي. فاحنا شغالين بساتين الطايف كلها ما خلينا لا مهن لا بساتين لا مزارع لا ناس في دكاكينهم لا يعني نحاول نظهر جماليات الطايف وحتى جماليات جدا. دخلنا المنطقه التاريخيه ودخلنا العمق الاجتماعي الاقتصادي اللي هو يجب ان يركز عليه الاعلام اللي غفل عليه الاعلام بحقيقه. قعدت لي على سوبيا وعمه ورقص شعب والالعاب الشعبيه العم كيف جده هذه بالبحر. البحر هو اللي اعطاها قيمه قربها من مكه هو اللي اعطاها قيمه. الناس هذول اللي مئات السنين من قبل الرسول ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كيف طلعوا الناس هذول بالتجاره بالتعامل. ايش التجاره هذه ايش تعاملها ايش المبادئ حقها خش التعليم ايش هو يعني خش عباره تعمق في الاعلام مو تقعد لي على لا العمه هذه مية حقها لا تقعد لي تباهات تباهات. صحيح صحيح استاذ وين في كثير من الثقافات اللي موجوده بوابه العالم الاسلامي بعض الثقافات ادخلت عديده على اهل جده واهل مكه وهي بالاساس مين حضارتهم. لا لا احنا هذه مدينه المسلمين كلهم تستقبل جميع الحضارات وحتى الفنون هذه الفن ليس له ومعايا فنان استاذ عبد الفتاح الفن ليس له وطن ليس له وطن. احنا ناخذ من الفن اليمني وناخذ ونعطيه الطعم الحجازي ناخذ من الفن المصري سجن بعاوي ونعطيه من الفن ناخذ من الصحبه ونعطيه الاندلسي هذه لا يجب ان نخطب نتعنصر ونتعصب نقول هذه جايه من خلاص احنا جميع الاعراق لا فرق بين العلميين والعجميين بالتقوى يعني احنا افضل هو يدعونا عقيدة تدعونا هذا الشيء. طيب اخوي رويد يعني لو تكلم عن الاسراف في رمضان على فتره يعني صحنا الاسراف في رمضان السفره الحجازيه في اختلاف بين السابق والحين يعني هل كان الناس يقدرون عندهم ملام مدى الاسراف؟ وش الاشياء اللي ممكن يعني نوجهها للناس نرفع من مستوى وعيهم حول الاسراف والتبذير في صلاه الفجر؟ طبعا استاذ عبد المحسن الزهراني من فنانين الطائف القدامى محسن محسن سعد طبعا الاسم الفني وطبعا نذكر الطائف وبساتين الطائف وكانت البساتين يعني في الحقيقه كان فيها فعاليات متعدده ليست مجرد ثمار يجنونها الناس من الطائف بل كان الفن حاضر والمجنون الطائف وفنون الطائف حاضره والاستاذ عبد المحسن يحكينا عن هذا. خليني احكي عن جانب اخر كنا زمان نذكر على الكلام ده قبل 55 سنة نقعد في البيت على سمبوسة وشوربة ونفن قدمي الله أكبر وهذه تكفينا ونقعد إلى السحور يجيبون رز وطماطم لحم ورق وما أحلاه وما أحسن. كانت الحياة حلوة وبسيطة وما كان في تبذير. كان يجي مثلا جيب قدر الرز باقي تخليه نقص تروح تجيب وتحط لك مره ثانيه عشان لا يرمي عشان لا يرمي. الان ما شاء الله تبارك الله انا طالع من البيت عيني على الطول وعيني على الهريسه وعلى المعصور وعلى الكنافه وعلى البقلاوه واروح البيت اكل لقمه من الرقمه ونحط في الثلاجه بعد اسبوع اجي خلاص انتهى وهذه مشكله. لابد الحفاظ على النعمه لابد ان تقتصر بالضبط. فاسال الله لنا ولكم عشان كذا انا شايف انك ما شاء الله خميت من كل خيرات الطائف اليوم أيوة. وشايلها معي. فهل هذه المشكله هل هي مشكله ربة البيت او ربة المنزل ولا مشكله الابناء ولا مشكله المجتمع ولا البطن شبعان والعين جيعانه؟ وش السالفه؟ المشكله عيني فارغه يعني دائما اجيب من هنا وهنا وهنا ولا واجي في البيت الا تاكله. طيب ما نبغى انا جبت تاكل يعني تاكل تحصل مشاكل وحركه ايه ليه؟ لانه انا دفعت وانا جبت وانا طيب انت جايب اكل يا ابن الحلال يكفي 20 نفر، احنا ما نحب الاكل ده. لا 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 تحبوه وعلى كيفكم الا ينحب. وانا زي ما قلت لك والله العظيم انا ثلاث اربع ايام اخاف اني اخذ واروح اشوف اي انسان يحتاج احيانا من باب الحنين الاكلات القديمه الانسان يشتاق لها وانا بقول كلمه عن رويد اسمه بصراحه هذا الرجل انا تابعته من فتره انا اعرفه
والده رحمة الله عليه من عيان الطائر. فكنت أشوف قلت إلا أقابله إلا أشوف رجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى أصيل، يحب الطائف، يحب جدة، يحب مكة، يحب الرياض، يحب القصيم، يحب كل مناطق المملكة، ما عنده تفرقة، بس لأنه من أبناء الطائف يحاول دائما قد ما يقدر أنه قال يا جماعة الخير هذا الطائف. وما يبرز حضارة المكان إلا من ترعرع في زوايا المكان، عاش التفاصيل الصغيرة داخل المكان. لذلك نحن نوجه دائما دعوة للهيئة العامة للسياحة اللي هي الحقيقة مبادرة وزارة وهيئة الثقافة وجمعية الثقافة والفنون والنوادي الأدبية أن تستقطب مثل هؤلاء وتوثق ما لديهم من موروث ثقافي أدبي ينقل تراثنا وثقافتنا وتراثنا التاريخي والديني لكل الناس الحقيقة. و أنا بقول كلمة بس عشان الفطور باقي له ربع ساعة. والله السوق يا مستعد على السوق. أخذت أي نوع؟ بالله طيب قول لي بس إيش أخذت نوع سوق؟ أخذ أبيض وأخذ أحمر وأخذ زبيب. والله وأخذ زبيب أي أحمر. كلنا طايف وكلنا طايف وكلنا في سيارة. فطور انت هي الله يعطيك شكرا الله. وهذا ابني هنا ما شاء الله يساعدني، غلق اختباراته ما شاء الله يجي ويقف معاي في البصره. حياك الله يا عصام. شوف يا عصام، انا يعني شفت توجيهات الوالد وهو قائم جدا، واحيانا يتحسس الابنان توجيهاته ابوه ولا اخوه. لا حين هي في محطه أنا ودي بس أعمل بس بعد الصيام ما شاء الله دلوقتي. يعني بعد الفطور رحنا أنا وهو غير بس بصراحة يعني كان ودك أنك تفل تروح البحر وذا ومسك البصر. والله يلتزام بس فقط لا قالوا لا أكثر. وأنا بس المشكلة أنه من الشباب يعني من يجي يقول لي أبوك فاتح بسطة أنت لازم يعني توجب معه، يعني من غير سؤال المفروض بس ما تسألني. بسطة الوالد هي بسطة. الله ذكرني أستاذ روية، ذكرنا بالرسلة زمان. لابد لأي واحد من أبناء الحارة يمر ولا يجي ولا يعدي من جنب الباب، عيب ممنوع من الأدب إنك ما تمر لين تدق الباب وتقول إيش تبغين، تقولك جيب لي طماطم جيب لي، ويروح يشتري لها ويرجعها. تخيل التكاتف اللي كان بين الناس، يعني أشياء جميلة الحقيقة المفروض ننقل. الحين يا حبيبي فيها الوسائل التواصل والتطبيقات يجيب لك الأكل لين البيت، ما عاد يحتاج إنك تحط رسالة ولا لا. ما بنروج لهم، أنا عارف أسمائهم بس ما ودي نقول إنه عبد الرحمن. يعني 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 فعلًا صار الناس يعتمدون على التطبيقات، وهذا مو غلط، مش غلط، لكن كون إنك أنت تكون في مكان أمانة عليك. تعرف جاركم رقم 7 بأمانة؟ صراحة في جدة هنا ما أعرف، بس في الطائف صراحة كنت أعرف كلهم يعني من آخر الشارع. من أول الشارع لنهاية الشارع. بس هنا ما في تواصل مع الجيران، هو دي مشكلة جدة يعني اللي واجهتها من 5 سنين. طيب رسالة أخيرة توجهها للناس اللي تسرف في فطورهم أو في سحورهم أو في الأكل. أتمنى إنه يعني يسوق الفطور ويعني معاه برضو حق السحور يصير يقدر يكملوه في السحور، وإن شاء الله كذا أخذوا يقول عصفورين بحجر. نعم. وبرضو كمان يعني محمد، أنا الحقيقة قعدت أحضر للموضوع وجدت أنه في تطبيقات الحقيقة المفروض يحملها رب المنزل وربة المنزل، بحيث أنها بس تأشر على الأشياء، الطماطم تأشر عليها، الخضار تأشر عليه بس إشارة، وتوصل رسالة SMS لزوجها بالطلبات اللي مطلوبة مقننة، ما تخليه بس رايح على جوع ويشتري كل ما في السوبر ماركت. يعني خدمتنا التطبيقات توظيفها شيء جميل، أننا نوظفها توظيف سليم، وبالتالي نقنن مصروفاتنا في الأخير، نحن اللي بندفع من جيوبنا. لابد يكون عند الناس كرامة مالية، فإنها تدرك أن المال اللي الإسراف سينعكس مو بس عليهم ترى، يعني مو مش من حقك. يعني في أحد المطاعم برا لما أحد طلب أكل وزاد جو حاسبوه وأعطوه فاتورة ضريبة على الأشياء اللي بذر فيها، قالوا هذا الأكل أنت من حقك أنك تأكل، بس مو من حقك أنك هذا الأكل ترميه، من حق غيرك أنه يأكله. فأنت بالطريقة ذي أتلفت هذا الأكل وأتلفت هذه النعمة، وهذا عمق إنسان. رفض أنه ما يبقي 4 أيام في الثلاجة نفس اليوم يعني. والله يا محمد أنا بقول يا أختي ويا أمي ويا خالتي ويا أصدقائي في كل مكان، حافظوا على النعمة
ترى انتم مسائلين قدام الله عز وجل على النعمه اللي ممكن تصرفون فيها. ارجوكم هذه اخر شيء، انتم هذه ضريبه انتم تدفعونها من جيوبكم، فحافظوا على النعمه. وقلنا ذا الكلام كثير، والحمد لله الان في بعض المولات اللي عجبني انه حفظ النعمه موجود، لما الناس تاكل تلاقي مكان فيه كيس وفيه عبوه يعبي فيها الاكل الزايد ويوزعها بطريقه سديده. وزي ما انت تفضلت الحقيقه التوعيه والوسائل التواصل بدات توعي، وبعد الناس ان شاء الله يعني يتوعون في قضيه المحافظه على النعمه. حقيقه اخوي محمد انا في موقع عند يعني استاذ لما بتتكلم عن تاريخه وبتتكلم عن عادات وتقاليد وبتتكلم عن تراث راح تتعب انك تسمع مثل كلام اخونا رويد، ولكن يعني هذا الوقت اللي نحن ملتزمين فيه. اشكرك اللي تحت الفرصه لنا، وكلمه اخيره اخوي رويد. يا اخوي يعني يمكن ما حد سوى فوازير لحاله زي ما سويت انا قبل 3 سنوات، كل يوم انزل لهم فوازير بصوت الصبيحي، كل يوم حلقه. والعام الماضي كان عندي كل يوم اكتب 3 صفحات في الفيسبوك، امسك برحه من برحات الطائف داخل السوق واكتب بالصور واحطها، يعني اقعد لي 4 ساعات اسويها 30 حلقه. السنه هذه عدتها. رساله اخيره لبرنامجنا رمضان يجمعنا واخونا محمد العسير. الله يعطيكم العافيه اخوي محمد العسير والاستاذ عبد الرحمن منصور، وجزاكم الله خير على الخروج للميدان. انا ابغى الاعلام ينزل الميدان. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. يعطيك العافيه محمد، هذا مكان لدينا، ونتمنى الناس تكون على مهلها عشان توصل لاهلها وفطورا شيء ان شاء الله. طبعا انتهينا الهوى، وانا اشكر استاذ رويد على مبادراته الحقيقه. نحن وجدنا كجهات اعلاميه مطالبين باننا نبرز ثقافه وعراقه الناس. استاذ رويد لم يتوانى في يوم من الايام بان ينقل بالصوت والصوره كل الاحاديث وكل التصاوير وكل القصص الجميله والتفاصيل الجميله اللي نقلناها من الطائف ومن مكه ومن جده ومن كل مكان. هذا الاحساس وهذه روح المسؤوليه اللي بداخل اخونا رويد، هذه المفروض تكون كل اعلامي يكون عنده مسؤوليه النقل وامانه النقل. وانتم مطالبين طالما عندك جوال تستطيع ان تحرك من خلال الجوال شاشتك الذكيه، أنت مطالب بأن تنقل بالصوت والصورة كل ما هو جميل. شكراً أستاذ رويد، شكراً عصام ابنك البار، شكراً لكم، شكراً لتفاصيلكم الجميلة. أفضل معانا، أفضل معانا، نحن طيبين. الله يكرم. في الطائف اكثر واعطانا جوانب كنا صراحه تخفى عنا كثير احنا بصراحه في الاعلام، لكن ان شاء الله موعدين سكان الطائف ولا الطائف مجموعه تقارير ان شاء الله حتكون مميزه، حتنعرض قبل رمضان ان شاء الله وبعد رمضان ان شاء الله لنا جايه في العيد، وحتكون في تسجيل في رمضان برضه اكيد ان شاء الله. ومعانا المصور الجميل هذا خلي لي استاذ علاء حبيب الطائف، تعالوا نستلموها فنانين تشعيرات الطائف اساسا في داخل وبنات.